نظري ان اللقطه دي يا كابتن ماهر هي لقطه المباراه، لقطه محمد الشناوي وهو بيشيل هدف التعادل، لان هم دول ال10 ده اللي كابتن اسامه بيتكلم عليهم، اللي هم النتيجه 1-0 والاهلي تراجع في ال10 دقائق دول، يمكن اقل 10 دقائق للنادي الاهلي طوال المباراه. فهي الاساس في فوز النادي الاهلي النهارده، طبعا مع كل اللقطات الاخرى، ولكن اللقطه دي مهمه جدا جدا. طبعا طبعا هو اختراق فردي من مهاجمي فيدا كلاب وتراجع من دفاع النادي الاهلي، لكن طبعا الشناوي انقذ هدف كان ممكن يغير من شكل واداء ونتيجه المباراه. مظبوط. فعايز اقول لك ان دي يمكن الهجمه الوحيده اللي راح بيها فيتا كلاب الشوط الثاني على النادي الاهلي. بالمناسبه الشناوي الكره دي تحديدا ممكن تزيد جدا جدا من روحه المعنويه، لانه هو الفتره اللي فاتت كان هناك بعض الاخطاء بتحصل، وده يعني وارد في كل حته، ولكن الكره دي تحديدا هي اللي كسبتك بالزبط. او هي اللي كانت سبب رئيسي في ان انت تكسب ثلاث نقاط او تحافظ على المكسب. يعني زي ما قلت كده نفسيا يمكن الشناوي كان محتاج الكره ديت على اساس ان يعود مره ثانيه للثقه، لكن هو طبعا